والكرة مباشرة باتجاه المرمى من رمضان وإلى خارج أرضية الملعب، تمر إلى خارج على التأسيس بالنسبة لفريق سيمبا. انطلاقة أمامية ومحاولة للمرور والتقدم، حاول ما زالت قائمة الكرة. أسطورة نادي المريخ محمد علي إبراهوما، إبراهوما سيد الاسم، إبراهوما الكبير، أول من درب بقية البلدان الخليجية. محاولة ملعوبة للتقدم إلى الأمام والإشارة هنا إلى وجود خطأ. رمضان يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن الإبعاد بعد ذلك يأتي. محاولة هنا للانطلاقة والتقدم من جانب نادي المريخ داخل منطقة الجزاء، والإبعاد من أونيانغو. أونيانغو في ومحاولة للتقدم، عبد الرحمن كورونغو يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وكرة تبحث عن الشباك في ظل إلحاح على الشباك التسديدة، ولكن الوجود تواصل من جانب فريق سيمبا. هنا التقدم للإمام والبحث عن تمريرة والحذر والخطأ يأتي. تقدم هنا أمامنا والتسديد، سلام يا منجد. صورة من المصدر شوط المباراة الثاني أيها الأحباب، ينطلق بين المريخ وبين فريق سيمبا، والشوط المتابع أو العاشق المريخ لفريق المريخ على إمكانية فريق سيمبا. وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، المحاولة وتمر إلى خارج، والأسماء تنتدب للخارج لتحصل على دورة تدريبية هناك في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ومنها والشعراء